يواصل الاقتصاد الصيني الإبحار بعيداً عن تداعيات وباء كورونا بعد تحقيقه نمواً في تجارته الخارجية يفوق 27% في النصف الأول من العام على أساس سنوي بقيمة إجمالية تقارب 3 تريليونات دولار. هذا النمو عززته قفزة الصادرات بأكثر من 28% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مع ارتفاع الواردات بنحو 26%. وعن مستوى ما قبل الوباء، سجلت الصادرات والواردات زيادة بنحو 23% في النصف الأول من العام، وفي يونيو وحده زادت الواردات والصادرات ب 22% على أساس سنوي. استمر النمو الاقتصادي العالمي والتجارة على حد سواء في التأثر بشكل خطير، وأصبحت البيئة الخارجية للتجارة الصينية معقدة وقاسية. وحتى في ظل هذا الوضع الصعب، عادت التجارة الخارجية للصين بسرعة إلى الاستقرار وتحسنت، محققة إنجازا يفوق التوقعات بكثير. النتائج الإيجابية التي حققتها التجارة الخارجية الصينية تعود إلى اعتماد سلسلة من السياسات الجديدة، بما في ذلك خفض الضرائب وتبسيط الإجراءات، ما أدى لتحسين الأعمال وتعزيز الثقة بالسوق والشركات. وشكل نشاط التجارة العامة نحو 62% من إجمالي التجارة الخارجية للصين خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بزيادة تبلغ 1.17% على أساس سنوي. حمزة بدات، تي آر تي عربي.